مدد مدد يا ابو يعقوب الرفاعي، كبيره والله والكبيره والله. تعرف شنو طلع؟ فتحنا فتحه وطلع مين؟ طلع جد الساده كله بالعالم كله. يا حجازي يا دسوقي يا خلوتي يا رفاعي، تعرف منو طلع في الطبقات سيدي الكبرى للطعام الاسيوطي المصري؟ طلع واحد يعني كرامه لابو يعقوب الرفاعي. قلت حظه انا، سبحان الله، هو صادق ابو يعقوب. قول ما شاء الله، طلع سيدي جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب الامام الحبر الجهبد حكيم الملة وغوث النحلة او النخلة النحلة. انظر التحقيق في ان وفاته وقبره في المدينة المنورة بالبقيع لا في مصر. الله، صحيح؟ طب مو صح، هو من قال انه في مصر؟ لا، سبحان الله، حتى راسه الشريف. هو مين؟ انت بتقول على جعفر الصادق؟ ايه جعفر الصادق. طيب انت بتقول الراس الحسين، ايه صح، والله مصحصح. ابو تراب، احنا كنا في ابو ترابيه النخشي نخشبي عسكر بن حسين الامام قطب زمانه. انظر تحقيق وفاته بالباديه، نهشته السباع وخطأ من نسب ان قبره بمصر. مولانا الامام الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما، حكايه المشهد الحسين وقصد بناءه وحكاية دفن رأس المبارك في الديار المصرية وحقائق هذا كله. مبارك بن عبد الله أمين الدين أبو اليمن الهندي، عرف بالحلاوي، يقال أنه كان يتسبب في الحلوى الله وظهر له فيها كرامة، فلهذا اشتهر بالحلاوي. الشيخ الصالح العارف المعتقد، توفي سنة 681. شهاب الدين الشهير بالحداد، الشيخ الصالح العارف المعتقد، أخذ طريق أبي السعود ابن أبي العشائر، توفي عام 794. أحمد بن محمد اليمني أبو العباس شهاب الدين المعروف بابن عرب، كان فقيرا ينسخ بالأجرة. شنو ينسخ بالأجرة؟ ينسج. إيه والله مصحصح ما شاء الله، أنا حسبالي يعني ينسخ الكتب. الآن أنت مالك اتدربت؟ شنو ينسخ بالأجرة؟ ينسج يعني يعمل نسيج بأجره. لا تحتل مكان القطب الغوص، انت لساتك انت لساتك من العرفاء. انا قولي وضع تعال، انا بيك عشان تقعد تحضر الاولياء، لا تهرب منهم يضربوك. خلي اترك الدنيا. اي مولانا القوثي كان ينسج بالأجرة، ثم بعد مدة ثم بعد خليك معنا، ثم بعد مدة نزل من جملة صوفيتها وانقطع في بيت بالخانقة. الخانقة يعني دار الأيتام، ها؟ خانقة يعني الزاوية التكيس فيها. خانقة وين صايرة؟ وعليك السلام، سلم على الجماعة، خذ يمينك وديش صلي على الحبيب. الله بسلم يمينك، بسم الله صلي على الحبيب. بالخانقة وترك الاجتماع بالناس أصلا، تفضل سيدي، وأعرض عن محادثة كل أحد، واقتصر على ملبس خشن وحقير إلى الغاية، ويقتنع باليسير من القوت، ولا ينزل من بيته إلا ليلا، وتوفي سنة 830، وكان قطب زمانه.